صباح الخير خوت، صباح الخير خواتات، صباح الخير والخمير، صباح الخير والنور والسرور، صباح الخير. وسمحوا لينا احنا اللي كان القنوات اللي كنجيبوا لكم بعض الاخبار اللي كتروج واللي كتصير. اليوم صبحنا عليكم بالخير والورد والتيسير والعسل وكل ما هو زين في الدنيا. سمحوا لينا غادي نصبحوا عليكم واحد الكارثة جات من سدر حال. صدر حال اللي قامت الناس، نامت الناس على هذه الفاجعة وقامت وشافت بعينها وعاشت واحد الفاجعة كبيرة اللي هي ديال واحد الشاب عنده 17 سنة تهور بعد ما تناقش مع واحد الولد من المارة كيعرفوا او ما كيعرفوش. المهم وقف عليه قال لي عطيني الكارو سيجاره عطيها ليا. الاخر قال له لا ما نعطيكش من حقه الا كانت عنده السيجاره ديالو سواء كان في السن ديال يكمي او لا. المهم كان تيمتلك السيجاره قال له عطيها لي. قال لي لا بغى يخطفها له من يديه. الاخر دارها في جيبو بغى يخطفها له من جيبو دفعو ما رضاش طاح من اللور ما رضاش مشى كيجري قال له انا غادي نجيبها لك. هذيك انا غنجيبها لك. الولد حيت كيعرفوا بالله راه الولد قبيح وضاصر وما عندوش علاش تيحشم ومولف كيدير الكواريس وكل نهار كيقوم بمشكله. قال راه غادي يمشي يجيب شي جنويه وقال انا غادي نبقى جالس كنتسنى لغايه ما شافو جاي كيجري وجاب مكحله ديال باه اللي هو حاطها عنده في الدار كيصيد بها. هاد المكحله مرخصه ما مرخصاش باقي الشرطه هي اللي غادي تقوم بهذا البحث وغادي تشوف واش مرخصه ولا ما مرخصاش. بعد ما جاي كيقلب على الولد كيلقى قدامه واحد الشاب نازل من العمل ديالو عنده في العمر ديالو 32 سنه وقف عليه ضربه ما عرفش الولد باش تبلى وهذاك ما دار ليه حتى شي حاجه وضربه ما كان عنده بينه وبينه حساب ما حتى شي حاجه. زاد ثاني شويه كيلقى واحد السيد عنده اولاد وفي الخدمه ديالو ضربه كي عساس ضربه. زاد شويه ثاني لقى واحد السيد خدام في الالومنيوم هز المكحله ديالو ضربو على قلبه جوج ضربات. زاد ثاني شويه لقى واحد الراجل اخر ضربو ضرب اربعه ديال الناس قتلهم ثلاثه قتلهم في البلاصه. وهذاك الشاب اللي نزل من العمل ديالو كان خدام في الورشه ديال العمل ديالو نزل ضربو وهبط صاحبو عنده قال بقى 20 دقيقه وهو تيصارع الموت وكان باغي يعيش لكن القدر ديال بحال ديما القدر غادي نقولوا القدر ديال سياره الاسعاف ما حصلش انه يقدر الله ويجي هذا سياره الاسعاف مع ان سياره الاسعاف لازم تكون في هذه المنطقه ديال سدر حال هي والجندارم والبوليس على حسب شنو كاين بالحمايه ديال الشعب. بقاو الناس كيدوروا على الولد كيقلبوا عليه هو غادي وهو كيتيري حتى وصل لخمسه ديال الناس عاد باش شدوه وكيعاودوا الناس اللي شدوه الناس اللي شافوه عينيه كانوا حمرين وكانت فيه واحد الهستيريا واحد العطش انه يضرب. بعد ما شاف راسو كيضرب والدم تيخرج اكيد حس براسو انه بطل انه كيدير شي حاجه وما كانش كيعرف شنو اللي كيتسناه القدام. كان كيمارس واحد الفيلم واحد النهار تفرج فيه او واحد الحدث واحد النهار سمعه وهو عنده 17 سنه ومنين وصل دار هذا الشيء كمل المسيره. طبعا ما غاديش تقدر الساكنه تقرب ليه الا بعد ما تصدموا وشافوا روسهم انهم تفاجؤوا في واحد السيد اللي دار كوارث ما عمرها كانت ولا عمرهم شافوا. فيهم اللي عارف هذا الشيء كيصير في السينما وفيهم اللي اول مره واقف وكيشوف. العيالات كتصرخ الدراري الصغار كتجري اللي ما تضربش بالمكحله جا هذاك الرش ديال داك القرطاس لان داك سميتو ديال المكحله ملي كتضرب بالقرطاسه كيتشتت هذاك القرطاس اللي جاه في عينيه اللي جاه في راسه اللي جاه في وجهه وطبعا هذاك كيؤدي لواحد الاصابات اللي كتدخل بديك القوه كتدخل الجلد ديال الانسان تقدر تدخل العينين تعميهم او تصيبهم تقدر تدخل الجلد وعندهم واحد صعوبه باش كتطلع من الجسم. المهم الولد دار كارثه كبيره
والوالدين ديالو ما هماش على بالهم. المسؤوليه كيتحملها الاب، المسؤوليه كتحملها المخزن بالدرجه الاولى، لان هذاك الشاب ما هو متهور وداير داك الشيء الا ما عندوش واحد الفضاء فين يلعب، ما عندوش واحد الفضاء فين يجلس، ما عندوش واحد الشرطي اللي غيدوز من قدامه ويخوفه، ما عندوش واحد المخزن، واحد المغفر ديال الشرطه اللي غادي يعرف بان راه الا دار شي حاجه غادي يدخل ليه. ما كايناش واحد الحمايه للمواطن والساكنه اللي كيشكي وكيبكي وتيقولوا سيد رحال ضاعت، سيد رحال اللي كانوا الناس كيمشيو بعد ما كيجيهم الصيف كيمشيو يصيفوا فيه وتيجلسوا الناس مزيانين وناس مهورين وناس ما عمرهم شافوا هذا الشيء، شافوا على شاب عنده 17 سنه اللي ضيع راسه بداك التهور، على السيجاره تمشي للسجن، على السيجاره اللي كتسوى 2 درهم و50 واللي غادي تهلك بها صحتك، هلكتي بها ايامك كلها. الولد شدوه بعد ما شدوه ما عرفش راسو شنو دار، وتيقول لهم انا ما كنتش كنعرف راسي شنو كندير. علاش الانسان ملي كتصادفو شي حاجه، الطفل او شاب او امراه او شيخ او ناس كبار، يوقفوا ويديروا واحد الوقفه ديال دقيقه وينعلوا فيها الشيطان ويعديوا الحاجه تمشي، وما يبقاوش يكونوا غاديين في طريق شي واحد متهور. حنا ما غنلوموش هاد الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويواليهم برحمه الله، وانما هو صدمهم فاجئهم، ما كانوش كيعرفوا ان راه في يديه القرطاس او في يد شي حد في سيد رحال عنده المكحله وعنده القرطاس، مع انها هي مكحله ديال الصيد. هاد المكحله لما سمع الصديق ديال الشاب اللي عنده 32 سنه الصوت ديالها، قال انا تفاجات صحابني، واش شي حاجه تفرقعات عاديه، ما كنتش كنتخيل ان قرطاس، لان احنا في المغرب ما عندناش قرطاس. ما تخيلش يعني السيد اللي كيهضر بهذه الهضره هذه كبير من هذا اللي عنده 17 سنه، واحد شاد المكحله ضرب بالقرطاس، واحد غير سمع ما تخيلش انه غادي يكون قرطاس. يعني هاد المساله هذه اللي صارت مساله خطيره جدا، وكيتحمل مسؤوليتها بالدرجه الاولى الاب اللي شد هذيك المكحله والعماره ديالها وحاطه في الدار وما دايرش ليها واحد الحمايه. ملي كتاخذ رخصه راك كتمضي على وثيقه بانك كتحمل المسؤوليه ديالها والحمايه ديالها والنظافه ديالها وحتى التخباع ديالها وحتى الخروج بها والصيد بها والرجوع اليها. اذا كتحمل المسؤوليه ديال الصيد اللي كتصيده، ما بالك على الاله اللي انت كتصيد بها اللي هي مكحله. كنتمنى والله يرحم هاد الناس والله يغفر لهم ذنوبهم، واكيد راحوا شهداء، والله يسمح لهاد الولد هذا اللي دار هاد الشيء، واكيد ما كيسمحوش ليه العائله لانه يتم الناس. راجل خرج مشى يخدم ما رجعش، شباب خرجوا يخدموا ما رجعوش، الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. والسلام عليكم، وهذا الشيء كيألم بزاف، وسمحوا لنا وشكرا على